نحن اليوم بورشة لينف حاولنا ندرس فيديو تيد آلز سوا، سمعناه وحلينا أسئلته، بعدين شفنا شو المفردات الغريبة فيه وطلعناها من الإنترنت، طلعنا المعنى بالإنجليزي من الديكشنريز أونلاين، طلعنا كتير صور عن كل كلمة من جوجل إيميجز، حاولنا نحط أمثلة على كل صورة وشاركناها على الشبكة الاجتماعية مشان تكون متاحة للكل. بعدين حلينا طبعاً الأسئلة على الفيديو وصححنا الأسئلة، وبعدين عملنا ورشة كونفرزيشن، كل واحد حكى رأيه عن شو لفت نظره بالفيديو، وحكوا رأيهم عن الورشة وشو السلبيات، كله طبعاً حكيناه بالإنجليزي. هذا الشيء اللي نحن عملناه اليوم. هلأ مجموعة لين بشكل عام هي Learning English Network، نحن بنحاول إنه نتعلم إنجليزي من مصادر الاهتمام اللي نحن بتهمنا حقاً، يعني بدل ما نحن ندرس مقالات نحن ما بتهمنا عن جد، ليش ما نحن ناخذها من الإنترنت المقالات اللي نحن والفيديوهات اللي نحن عن جد نفسنا نعرف عن هاي المواضيع ونحاول ندرسها بطريقة تشاركية ومفتوحة باستعمال طبعاً تقنيات الإنترنت وتقنيات التعاون، وهي مجموعة لين.